بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. يسر قناة طارق جرة من اليوتيوب تستقبل مع حضراتكم سلسلة الحوت المتميزة اليوم، وبناء على استفسارات وطلبات وأسئلة الأصدقاء والزملاء التي وردت إلينا على قناتنا على اليوتيوب، قناة طارق جرة التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar، او المدونات والمنتديات التي نشرف عليها او على صفحتنا على الفيسبوك صفحه قناه طارق النجار التعليميه. هذا السؤال هو وضع او كيفيه وضع شعار او لوجو على الفيديو. بنهدي لحضراتكم هذا الفيديو باستخدام برنامج فورمات فاكتوري صانع الصيغ، هذا البرنامج المتميز الذي سوف تجدون اسفل هذا الفيديو رابط لتحميل هذا البرنامج، بالاضافه الى عده روابط لشرح هذا البرنامج المميز. تعالوا بنا ننتقل للجزء العملي. بدايه التجربه خير دليل وبرهان. هذا هو الفيديو، هقوم بتشغيل احد الفيديوهات. من خلال هذا الفيديو سوف نجد انه لا يحتوي على اي شعار او لوجو، ثم بعد ذلك هنقوم بوضع الشعار او اللوجو باستخدام برنامج فورمات فاكتوري. هذا هو الفيديو الذي ظهر قدام حضراتكم بدون اي شعار او لوجو، هقوم باغلاقه على هذا النحو، ثم تشغيل برنامج فورمات فاكتوري الذي نجد اختصار له على سطح المكتب. من خلال مشاهدتنا وتعلمنا هنجد ان بعد تصنيف هذا البرنامج بيقوم بانشاء اختصار شورتكات على سطح المكتب، او نحن نفتحه من قائمه البدء. انا هقوم بتشغيل هذا البرنامج فورمات فاكتوري، ثم بعد ذلك بعد التشغيل هنختار الصيغه التحويل الى صيغه اي في اي، نؤكد الصيغه اي في اي، ثم بعد ذلك نقوم باضافه الملف الموجود على سطح المكتب اهوت، نقوم باضافه هذا الملف. بعد اضافه الملف نضغط على اعدادات الاخراج اللي هي الاوت بوت سيتنج، ومن اعدادات الاخراج نتحرك الى اسفل الى الاختيار ووتر مارك. من ووتر مارك هنلاحظ انه بيقبل شعارات او علامات مائيه تاخذ الامتداد اللي هو البي ان جي او البي ام بي او جي بي جي، نضغط عليها ثم نضغط على الثلاث نقط ونقوم باختيار الشعار اللي انا عارف مكانه او هذا اللوجو او عارف اسمه، بقوم باختياره ثم اضغط على اوبن ثم موافق، ثم احدد مكان الاخراج في مجلد الاخراج عن طريق تغيير. لو انت عايز تغير هذا المكان تختار مكان اخر، لو انت عايز تضيفه في مجلد جديد زي ما انت عايز حدد مكان الاخراج. بعد ذلك بقول له موافق ثم اضغط على بدء وانتظر الى ان يقوم بعمليه دمج، عمليه التحويل ادي واحد اثنين، دمج الشعار او اللوجو بالفيديو، وحاله التحويل هتتحول من صفر الى واحد اثنين ثلاثه، هيقوم بعمليه التحويل الى ان يصل 100%. عند اكتمال 100% سوف تظهر فوق الشريط التاسك بار، شريط المهام، اعلى شريط المهام عباره اكتملت والوقت الذي استغرق الى ذلك، وبعد ظهور على 100% هتتحول الى اكتملت. اول ما تتحول الى اكتملت على طول اضغط كليك يمين واذهب الى مجلد الاخراج، او اذهب مباشره الى المكان الذي تم التحويل او دمج الشعار اليه. هننتظر الى ان ينتهي من هذه العمليه، لان هذه العمليه قد تستغرق بضع دقائق، دي متوقفه على حجم الفيديو وجوده الاخراج الخاصه به. هنقوم بايقاف التشغيل دقائق معدوده ونرجع تاني عند اكتمال النسبه الى 100%. زي ما احنا شايفين 100% واكتملت واظهرت المده التي تمت خلالها. يا اما نقوم بالتصغير، يا اما اضغط كليك يمين واقول له فتح مجلد الاخراج. هنلاحظ انه هيتم تحديد مباشره الملف اهوت او الفيديو، اقوم بالضغط المزدوج عليه. نشاهد مع بعض ايه اللي حصل بالنسبه لهذا الفيديو مع دمج الشعار او اللوجو. هننتظر ثواني هيتم عمليه التشغيل. ظهر الشعار بالفعل او اللوجو بنفس هذه الطريقه اللي هي اسفل ناحيه اليمين جهه الاسفل. البعض يقول والله انا عايزها في الاعلى، عايزها في الوسط، عايزها في اليسار. اقول لك تعالى بينا نقول لك على مهاره مهمه وجميله في نفس الوقت. لو انت كنا جبنا الخصائص بتاعت هذا الملف او اعدادات الاخراج، قمنا باعدادات الاخراج، ناخد بالنا عملتها ازاي يا شباب. ضغطت كليك يمين، ومن كليك يمين اخترت اعدادات الاخراج. من اعدادات الاخراج اقول لك ركز معايا في النقطه ديت، على اساس انك وانت بتقوم بعمليه الاعداد، الاعداد نقوم ببراعه. لما تيجي تختار الوتر مارك وتقوم باضافه الصوره، اختار الموضع، الموضع البوزيشن هنا اسفل اليمين، تقدر تغيره وتخليه اسفل اليسار او اعلى اليمين او في المنتصف.
وبعد ذلك هتضغط موافق موافق ثم بدء التشغيل، فيتم عملية الدم بطريقة سلسة وبطريقة سهلة جدا. مبروك عليك عملية الدم. أتمنى أكون وفقت في شرح هذه المهارة، وهي كيفية وضع شعار أو لوجو أو علامة مائية على الفيديو باستخدام برنامج فورمات فاكتوري. دائما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طار النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mr.tar-al-najar، او المدونات والمنتديات التي نشرف عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.